هناك بعدت ابونا ده ايه ده؟ هنا البلد القديمة بتاعت الناصرة زي ما انتم شايفين. طبعا دي بعض كان في هنا اجزاء للاعمدة اللي كانت مبنية ب 427 وتهدمت. في هناك على الزاوية اذا بتلاحظ ابونا البناء من فترة الصليبيين. ولكن للأسف كمان تهدم الموزيك، حتى دي كانت على الأرضية لأنه كانت مستواها أعلى من كده. دي مدينة الناصرة القديمة؟ مدينة الناصرة القديمة، بس رفعوا الموزيك الأصلية وحطوها علشان الزائرين ممكن يتفرجوا على الموزيك الأصلية. حياتهم كانت بالمغر زي كده، يعني اللي عندهم غارة زي كده ده كويس، ده بيت، ده شقة تعتبر. طبعا حياتهم كانت بسيطة، وهنا تعتبر أجزاء من القرية. في زيارة جوه لو دي؟ في زيارة جوه زي متحف، إذا في بياخدوا دخولية ممكن شخص يدخل جوه ويشوف بعض الأعمدة والآثار اللي اكتشفوها في نفس المنطقة. أوكي.